إذن هذه هي الصورة في هذا المكان الذي حدث فيه القصف خلال الساعة الماضية سونيا. هذا المكان وجهة لسكان المخيم، يعرفونه جيدا، لكن معالم الآن باتت غريبة حتى عن من كانوا يرتدونه بفعل هذا القصف. نلاحظ في الناحية الداخلية التي طالها أكثر القصف، هناك في تلك الزاوية هناك يتم البحث عن أو تحت الأنقاض عن ناجين، وهذه الزاوية كما فهمنا هي زاوية اللحوم داخل هذا المول التجاري ومركز التسوق. للمرة الرابعة يستهدف مخيم النصيرات، وليس الاستهداف هنا لأماكن مقار حكومية أو مباني متعلقة بأمور حكومية، إنما يتم استهداف هذه المراكز التسوق. المرة الماضية كان هناك استهداف في وسط السوق الشعبي، مطاعم شعبية خرجت عن الخدمة، استهدف أيضا مخبز، وأيضا الآن يتم استهداف أو تم استهداف هذا المكان وبحث عن الأنقاض في داخل هذه الزاوية من المول التجاري. إذن أوضاع صعبة للغاية وأوضاع إنسانية صعبة للغاية. فرق الدفاع المدني تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخارج. من جغرافية المكان هو يقع قريبا من أحد المراكز الإيواء، لكن حتى مراكز الإيواء بنفسها تم استهدافها في السابق واستشهد كثيرون منها. نشاهد هذه الكميات من البضائع الملقاة على الأرض الآن سونيا. كانت هذه تفترض أو يفترض أن تكون تذهب إلى المواطنين، من يبدو أن هناك شيء في الخارج ومحاولة إسعاف أو انتشال ناجين على ما يبدو. نتابع معك بس أطلعنا على الصورة. نحاول إخراج الكاميرا. فقط ابقي معنا سونيا. نحاول الخروج في الكاميرا. يبدو أن هناك ناجين في المكان تم الوصول إليهم. شهيد؟ إذا هذه الصورة سونيا، إذا كنت تسمعيني، انتشال جثامين شهداء على ما يبدو، والإسعاف يتحرك باتجاه المنطقة. إذا هذه الصورة من هنا من سوق النصيرات، اكتضاض للسكان، محاولة لبحث عن ناجين، وأيضا ربما من حملوه لا يستطيع الوصول إلى سيارة الإسعاف، لكن يبدو أن هناك شو اللي صار؟ احنا كنا قاعدين في امان الله، نحن قاعدين في امان الله وما بنعرف ولا شيء، ومكان مدني ما في اي مجال لا مقاومه ولا غير مقاومه. ما شفنا الا فجاه الضرب نزل علينا مره واحده. طلعنا كنا نجري احنا والاولاد والاطفال والنساء، كلنا مرعوبين وخايفين مش عارفين وين نروح. فيش مكان في كل قطاع غزه امن، في كل قطاع غزه فيش اي مكان امن. لا جاري نقل. شو اللي صار؟ شو اللي فيه؟ هناك أشلاء لجثامين أو لشهداء سونيا في هذا المكان، وبالتالي الوضع هنا يبدو صعبا للغاية في هذه المنطقة، في منطقة سوق النصيرات، سوق مخيم النصيرات للاجئين. ونحن هنا أمام هذا مدخل هذا المول، في داخله بحث عن ناجين. تم فتح بوابات أو ثقب في الجدران في المنطقة الجانبية من أجل إمكانية وتسهيل الوصول للمصابين، أو إذا كان هناك إمكانية البحث عن ناجين. وبالتالي هذه الصورة من هذا المكان من وسط مخيم النصيرات للاجئين الذي يستهدف للمرة الرابعة، ومجازر جديدة بحق المدنيين كما وقع قبل قليل في داخل هذا المركز للتسوق. سونيا إليك. نعم.